السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أم سارة. وبإذن الواحد الأحد النهاردة هنشتغل مع بعض ورشة الكاميرا ديت. شايفين هي صغنطوطة قد إيه؟ صغنطوطة خالص خالص، ميدالية صغيرة أقل من الصوابع مع بعض. الورشة سهلة بإذن الله وبسيطة جدا. عايزة تبدلي الخرزة السوداء هي اللي هنا والحمرة تجيبيها العكس، بحيث إنك لما بتيجي تمسكي ما تصوريش بالشمال، كأنك كده يعني هتصوري كده بالشمال، عايزاها هنا في اليمين. انا معرفش هي الكاميرا ازاي اصلا، بس مش هتفرق يعني، كله زي بعضه. بتاع الطماطم ده يعدي، بس مش مهم، لو فضلت استنى بتاع الطماطم يعدي وبتاع البصل والكلام ده مش هشتغل خالص. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الخرز ده انا عاملاه مقاس 6 مط، واشتغلت بخيط 50. الخرز المصري ما شاء الله اللهم بارك، يعني الفتحة بتاعته واسعة، فبيسهل معاكي جدا الشغل، سهل قوي قوي في الشغل. وهوريكوا حاجه كمان تانية، ديت بردك عملت لها ورشه كلمه الله، وشرحت في الورشه اهي، شرحت الميداليه في الورشه ان هي ما تتعملش ميداليه عشان الحرمانيه فيها انك تخشي بيها الحمام. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. الوزن طبعا انا ما عرفتهوش لان ميزان عندي بايظ، فهبقى اوزنها واكتب لكم في جنب الاسم بتاع الفيديو. اول حاجه نسمي الله، انا هشتغل مع بعض، هنشتغل 1 2 3 4 5 6، 6 غرز رباعيه، 6 غرز رباعيه. هعملها كام مره؟ هعملها لو حابه تشتغليها هي لوحدها اهي، وتطلعي بقى فوقيها داير ما يدور، تشتغلي لي مجسم داير ما يدور زي ما انا عملت مثلا الشنطه، زي ما عملنا علبه المناديل، ايا كان يعني. اشتغلي، عايزه تشتغلي الدور دوت الاول مع الثاني مع الثالث، وبعدين تتنيهم كده، هيبقى ده الاصل في النص واليمين والشمال، يعني ايا كان الطريقه اللي بتحبي تشتغلي بيها اشتغلي بيها، الاثنين واحد. الشغل ليه كذا طريقه وبفضل الله كله بيطلع صح. يلا بينا نكمل. انا اشتغلت واحد دوت في البدايه، واشتغلت يمينه واحد وشماله واحد، او اشتغلت واحد في البدايه واشتغلت عليه داير ما يدور كل الدور اسود. خلاص كده انا خلصت اول دور اللي هي ارضيه، الارضيه والدور واحد بتاعها داير ما يدور اهو، طلعت ارتفاع دور واحد داير ما يدور، بعديها هطلع ارتفاع كمان دور. يبقى انا كده عملت الارضيه واشتغلت دورين ارتفاع، واحد اتنين. اللي بعديها انا شغاله دلوقتي كله اسود، انا شغاله الارضيه باللي فوق ده لغايه دلوقتي، انا ما قلتلكيش بدلي الوان، انا لسه شغاله بالاسود. يبقى اشتغلت الارضيه واشتغلت الدور الاول واشتغلت الدور الثاني كله اسود اهي، شايفين؟ ادي دي الارضيه اللي صبي عليها، والارتفاع واحد اتنين كلهم اسود، واحد اتنين. الدور التالت بعد كده انا شغاله كده داير ما يدور مجسم، الشغل بتاعي واقف مش نايم. هشتغل الدور كله اسود ما عدا، ما عدا ايه؟ الخرزه اللي فوق هتكون فاتحه، هتكون اللون الابيض. يبقى انا اول واحده في السطر لو انا واقفه هنا، ايا كان الواحده اللي في السطر اللي انا واقفه عليها، هحط واحد اسود واحد ابيض واحد اسود. يبقى دي اول غرزه بالنسبه لي. اللي بعديها كله هشتغل ابيض اسود، الفتله اللي بتاعتي اللي فوق هي اللي بحط فيها، يبقى هحط فوق ابيض الاول، ابيض وبعديه اسود، واخر واحده في السطر هقفل بواحده بيضه. يبقى انا خلصت الارضيه والدور الاول والثاني اللي هم لونهم ثابت، والدور الثالث اللي هو مشكل نص لون ونص لون. قبل ما اطلع الارتفاع لفوق، قبل ما اكمل شغلي فوق، هعمل الحته دي اللي هي كانها ايه، العدسه بتاعت الكاميرا. طيب هضير لك من الظهر عشان اقول لك انا هعمل ايه، بلاش من الوش عشان تبقى مش واضحه بالنسبه لك. دوت الظهر انا معايا 6 غرز، يبقى هسيب الاولى من اليمين الاولى من الشمال اهو، وهطلع فوق ماشي. هعملها لك اسهل دلوقتي، بدل ما اسيب يمين وشمال واخش يمين وشمال، هجيبها بارتفاع الاول وبعدين اقول لك هنخش ازاي. يبقى انا هاخد اول غرزه تحت اول ارتفاع، انا حاطه ايدي اهو يمين وشمال، حاطه صباع على اليمين وصباع على الشمال، هطلع الدور اللي بعده اللي هو برده كان كله اسود، اخده برده يمين وشمال. يبقى هسيب اول غرزه اهو زي هعمل يمين هعمل شمال بالظبط، فوتت اول غرزه يمين واول غرزه شمال، حطي ايدك على تاني غرزه يمين تاني غرزه شمال، بس كده اتبقى معاكي ايه؟ اتبقى الغرزتين اللي في النص دول بالظبط. هتشتغلي على ايه فيهم؟ على كل الخارجي بتاعهم، يعني على التلاتة اللي في الحرف ده والتلاتة اللي في الحرف ده، والواحدة اللي في النص جوه لا. عايزة اقربها لكم. هتشتغلي على ادي الاولى سبتها والتانية سبتها، هشتغل على التالتة
من اليمين والثالثه من الشمال برضو اللي هي 1 2 الثالثه من الشمال. يبقى هياخد الغرزه رقم 3 والغرزه رقم 4، مش انا قلت 6، 1 2 3 4 5 6. يبقى هسيب 1 و2 3 بقى هعمل ايه؟ هشتغل على الثلاث خرزات اللي هي واحده فوق واحده تحت واحده في الجنب والثلاثه اللي زيهم الناحيه الثانيه. هشتغل برضو رباعي على 1 اهي، بصوا شكلها بقى اهي، ادي الخرزه دي رباعي على 1 ودي رباعي على 1 ودي رباعي على 1، ادي كده الثلاثه والثلاثه التانيين اللي زيهم بالظبط. يبقى انا كده اشتغلت هنا الاول قبل ما اطلع فوق، ليه؟ عشان اعرف والشغل مفتوح امد ايدي وما دخل الفتله اعرف اطلعها. عرفتي ليه؟ عشان انا بشتغل قبل ما اقفل الجزء اللي فوق خالص واقفلها اخليها زي ما انت شايفاها كده مجسم، لازم قبل ما اقفلها عشان اعرف ادخل الفتله واطلعها تاني. والله متمكنه وهتعمليها زي ما انا عملتها، انا بعد ما قفلتها عملت الجزء دوت، مفيش مشاكل، دي براحتك خالص. وبعد ما تخلصي الست غرز دول اللي هما 3 يمين و3 شمال، انا بشتغلهم رباعي على 1 باللون الابيض كلهم. بعد ما خلصتي حاولي تاخدي الفتله بتاعتك لفيها داير ما يدور في الست خرزات دول، وبعدين الدومي وثبتي وشيلي الخيط بتاعك. ليه؟ لان الغرز هتبقى مفرقه شويه عن بعضها، انا لميتهم عديت فيهم بالخيط ولميتهم بالشكل ده بحيث تدي انحناءه اللي هي الدايره بتاعت العدسه فعلا. طيب بعد كده اخر دور فيها هشتغله كله زي ما انا شغاله رباعي على 1 كله ابيض، داير ما يدور ابيض. وانت شغاله جيتي في اول غرزه، بصوا اول غرزه انا عاملاها، سواء عايزه تعملي الاحمر هنا او والاسود العكس ما فرقتش يعني، براحتك خالص. اول غرزه هتشتغليها من ناحيه العدسه، هتشتغليها حطي خرزه بعد ما قفلتها. بصوا الغرزه دي كانت فاضيه كده، رحت انا بعد ما قفلتها رحت معديه بالفتله وحطيت خرزه حمراء، حطيت الخرزه الحمراء وعديت رحت للي بعدها. طيب هتشتغليها خلاص، انا اشتغلت السطر ده كله داير ما يدور خلاص، فاضل معايا ايه؟ فاضل معايا اخر واحده، اخر واحده من فوق، الشغل من فوق. شفتي انت الارضيه اللي احنا عملناها؟ ده الموازي للارضيه اللي فوق. بس خدي بالك في اخر غرزه وانت بتعمليها، سواء من عايزاها من اليمين عايزاها من الشمال، حطي الحلقه، حطي الحلقه بالسلسله بتاعتها عشان تبقى ميداليه وتتمسك كده وتتعلق، هي جميله جدا جدا. خلاص اخر واحده هتشتغليها اللي هو الدور اللي فوق خالص، هتعملي توصيل بس ليس الا. خلاص هي كلها معاكي مجسمه بس الدور ده مش موجود، هتوصليه بابيض برضو. انا وصلت 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 وجيت في اخر غرزه وانا بعملها حطيت خرزه سودا وعديتها من فوق الغرزه، اهي الغرزه موجوده اهي، شايفين الغرزه موجوده اهي، انا حطيت خرزه سودا وعديت بيها كان دي الزرار، الزرار بتاعها، وكان ده الفلاش وده مكان العدسه. سهله جدا بفضل الله. وزنها انا بقول هتاخد يمكن مش عارفه 20 جرام دي ولا ايه، الله اعلم، انا مش عارفه هقول لكم بالظبط هي هتاخد قد ايه، هكتب لكم جنب الفيديو زي ما كتبت في دي بردك. انا كتبت عدد الخرز هنا، كتبت العدد بتاع الخرز وبواقي خرز اعملي بيها حاجات بسيطه جدا جدا، والله الناس هتفرح بيها قوي لما تديها لحد هديه. تخيلي الفرحه، سرور تدخله على قلب مسلم، تخيلي السرور اللي بتدخليه على قلب اي حد بيرجع لك انت ازاي، الاحساس بتاع متعه والسعاده لما بتدي حد حاجه وبتشوف الفرحه، ده احساس مش اي حد بيحسه، مش اي حد بيعرفه، اللي بيعمل لوجه الله بس هو اللي بيعرفه، هو اللي بيحس قد ايه لما بيفرح حد ان احنا اللي بنفرح. والله يا جماعه مش اللي بياخد الحاجه هو اللي بيفرح، ولعل دعوه واحده بس من حد اديتي له حاجه وفرح بيها، يدعي لك دعوه صادقه من القلب يمكن تكون دي سبب في دخول الجنه. يا رب اجعلنا من اهل الجنه يا رب، اللهم امين يا رب، ويحسن ختامنا اجمعين. وباذن الواحد الاحد اشوفكم في فيديو جديد، بس انا مستنيه التطبيقات بتاعتكم، اللي عايز يبعت لي على الواتس يبعت لي، رقمي 012-295-45776. سيبهولكوا على اي ورقه اهو الرقم بتاعي، اللي عايز يتكلمني على الواتس ابعتولي، اي حد عنده اي سؤال عايز يبعتولي على الواتس يبعتولي وانا مش متاخر عن حد خالص. 012 هو باين اقربه لكم. طيب 2-9-5-4-5-7-7-6 الرقم ده 012، بس اللي عايز يكلمني هو فودافون، عشان حرام الناس اللي باقتها موبينيل، ده فودافون. عايزين تكلموني اهلا وسهلا بيكم، عايزين تبعتولي على الواتس ابعتولي اي سؤال، ابعتولي التطبيقات بتاعتكم وفرحوني بيها. وبإذن الواحد الأحد نشوفكم في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.